يا مساء الخير، كل التحية لكل أهلوية. أهلا بكم في حلقة جديدة من السادسة، تحية كبيرة جدا في بداية حلقة النهاردة. والحقيقة 48 ساعة حافلة بالإثارة، رجعت ولخبطت كل الحسابات. الأهم إن فرصتك بقت في إيدك، ومباراتك هتكون على ملعبك، و90 دقيقة بين جمهورك تقدر تخلص. خلص، الأهم إن كل حاجة رجعت في إيدينا من جديد، وبإذن الله في انتظار مباراة التأهل على استاد الرعب بجد المرة دي، استاد القاهرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة النهاردة اللي الأمور رجعت فيها لنصابها الصحيح. صحيح النهاردة القدر كان رحيم، لكن مش بينا إحنا كأهلوية، لكن بالاتحاد الأفريقي الحقيقة، لأنه لو انتهت مباراة الهلال مع سان داونز بمكسب الهلال كانت هتبقى فيه فضيحة تحكيمية واضحة وضوح الشمس. على كل الأحوال أنا مش هتكلم في مباراة الهلال وسان داونز، لأن كل اللي يهمنا منها إنها انتهت بالتعادل. والحقيقه اللي خدمنا جدا 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 هي مباراه اول امبارح، مباراه الاهلي والقطن اللي تفوق فيها الاهلي بنتيجه 4 أهداف، ادونا افضليه كبيره جدا قبل ما نروح للجوله الاخيره ونواجه فيها الهلال السوداني على ارضنا وعلى ملعبنا وفي وسط جمهورنا. واهلا وسهلا طبعا بالاشقاء في بلدهم الثاني مصر. تعالوا نشوف شكل المجموعه بقى ازاي، وحساباتها حسب مباراه الجوله الاخيره هتكون ازاي. في اللحظة دي، في اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها، سان داونز ضمن التأهل في المركز الأول برصيد 12 نقطة، فاز 3 مباريات واتعادل مباراتين وخسر، لا معلش، ب 11 نقطة، فاز 3 وتعادل 2، عنده 11 نقطة ل 12 هدف وعليه 6 أهداف في الصدارة، وبكده سان داونز ضمن التأهل. الهلال لكنه لم يضمن الصدارة حتى اللحظة. الهلال في المركز الثاني لعب 5، فاز في 3 وتعادل في 1 وخسر في 1، وليه 6 أهداف. وناخد بالنا قوي من الأهداف، لأنه الأهداف، ال4 أهداف بتوع القطن غيروا بشكل كبير جدا من حسبة مباراة الجولة الأخيرة. ليه 6 وعليه 3، يعني ليه بلس 3 أو ليه 3 أهداف، وفي رصيده 10 نقاط. والأهلي لعب 5، فاز في 2 وتعادل في 1 وخسر 2، يعني معاه 7 نقاط، وليه 11 هدف ومعاه 8 أهداف. الرهان كان على أنه في حالة التعادل الأهلي محتاج يكسب بفارق أكتر من 2 عشان يبقى المواجهات المباشرة في صالحه، لكن اللي غير من الموضوع فوز الأهلي على القطن امبارح برباعية، ده عدل بكتير في فارق الأهداف بالنسبة للأهلي، وبقى الأهلي عنده بلاس 3. وده معناه إيه؟ معناه أنه الأهلي يحتاج لهدف وحيد في مباراة العودة إن شاء الله عشان يحسم بطاقة التأهل الثانية لمصلحته. في الحالة دي سان داونز بيتأهل أول، الأهلي بيتأهل تاني، وبإذن الله أنا أتمنى طبعا المباراة تخلص أكتر من 1-0.